Şeyh Cerrah Mahallesi'nde işgalcinin tüm baskı ve zorlamalarına direnen Kudüslüler canları pahasına topraklarını korumaya devam ediyor. Mahalle sakini Muhammed El-Kisvani, Şeyh Cerrah'ta yaşananları Ajans Filistin'e anlattı. Tabii Hay Şeyh Cerrah bıka al hududul fasle, hududu 67 bin Kudüs'ül Garbiye ve Kudüs'ül Şarkiye. Tabii hu mutehemlel Mescid-ül Aksa. Hay bitkavan min şatrayn. Şatır şarkı, muhaddedat, اللي هم البيوت المهددة بالإخلاء هم الشطر الشرقي اللي هو مكون من 28 عائلة والشطر الغربي المكون من أكثر من 40 عائلة ما بدهم يخلوا ولا حدا موجود في بيته بدهم يستولوا على هاي المنازل مع العلم إنه كل الناس الموجودين هون هم ناس لاجئين أجوا من القدس الغربية أجوا من الداخل الفلسطيني هم قدروا يحصلوا نحكي على حينا قدروا يحصلوا على بيتين في الحي هون بيت لعائلة الفتاوي وبيت لعائلة شماسنة طبعا أخلوا هذا بيت عائلة شماسنة أخلوهم في سنة 2017 ونتج عن ذلك أنه نتيجة القهر الوالد والوالدة توفوا بعد 30 يوم توفوا من عملية الإخلاء الأهالي عمالهم بواجهوا هذا المحتل ومؤسساته وجمعيات الاستيطانية بكل ما أوتوا من عزيمة وقوة احنا بنتعرض من المستوطنين الموجودين في الحي لعملية اطلاق نار بشكل مستمر لعملية ازعاجات لعملية تهجم لعملية اعتقالات لاصابات لتشويهات بشكل كامل ومستمر في عملية اغلاق اغلقوا الحي الشرقي من الحي الغربي هون وضعوا سواتر اسمنتية على امام البيوت يعني امام البيوت في سواتر إسمنتية لأكثر من بيت حتى إنه يمنعوا أهالي الحي من التجوال في داخل حيهم وبالتالي وحتى يسمحوا للمستوطنين بالتجوال بحرية ويشعروا هم بأمان وأهالي الحي ما يشعروا مش يشعروا بأمان. شو ما عملوا رح نضلنا صامتين في بيوتنا موجودين في بيوتنا منقاوم هذا المحتل. إنه مرابطين في بيوتنا ما مش رح نخلق بيوتنا على جثثنا.